يعد الكابتن حنفي هيكل صانع النجوم الذي ولد في 29 من شهر أكتوبر عام 1942 واحدا من أبرز لاعبي فريق الأهلي لكرة السلة والمنتخب المصري على مر التاريخ. لم يكتفي هيكل بنجاحاته داخل ملاعب كرة السلة فحسب، بل تحول بعد الاعتزال إلى واحد من أبرز من شغلوا المناصب الإدارية والفنية في النادي الأهلي حتى لقب بصانع النجوم، خاصة أن هيكل طوال مسيرته التدريبية التي اتسم بالإخلاص أشرف على تدريب العديد والعديد من نجوم السلة الأهلاوية، بل وتفجير طاقاتهم الفنية حتى أصبحوا فيما بعد نجوما ورموزا في تاريخ عالم الباسكت، منهم الدكتور حسين فهمي، مصطفى رشاد، عادل إبراهيم، نبيل بخيت، أشرف توفيق، سيد صابر، طارق الغنام، علي هاشم، مودي الجرحي، مصطفى الشافعي، رامي جنيدي، أحمد أبو الفتوح، وغيرهم الكثير والكثير. عين هيكل في العديد من المناصب الفنية والإدارية لكافة الأعمار وحتى الدرجة الأولى، اتسم خلال عمله في تلكم المناصب بقوة الشخصية والإخلاص والحزم والعدل وبتطبيقه لمبادئ النادي الأهلي التي ظلت وتظل إرثا موروثا يتناقل بين الأجيال. على مدار أكثر من 15 عاما دافع فيهم حنفي هيكل عن ألوان قميص النادي الأهلي، تمكن من المساهمة رفقة أبناء جيله في تحقيق العديد من البطولات، منها بطولة الدوري العام، العديد من بطولات الجمهورية والمنطقة. برغم من اعتزاله عالم كرة السلة كلاعب عام 64 وتدريب عام 2010، إلا أنه رفض كافة العروض التي تلقاها لتدريب الفرق المصرية، ظل متعلقا بالنادي الأهلي الذي اعتبره دائما ليس مجرد ناد رياضي، بل بمثابة البيت الكبير الذي لا يمكن تخيل الحياة خارج جدرانه. كنت أهلاوي من الصغر وعشقت النادي الأهلي، وجيت هنا حوالي سنة 59 قابلت الكابتن فؤاد شعبان، وكابتن شعبان عبد الرحيم كان ماسك الناشئين، وقلت له إن أنا عايز العب في نادي الاهلي وبتاع، تلعب كويس تخش الاختبار. دخلت الاختبار، كنا تحت 14 سنه، جيت استمريت كتير، اختلفنا هو بطبيعه الحال ان انا من القلعه واغلبيه القلعه كلها مخرجه زملكاويه كتير على فكره، لكن انا كنت في مباراه مصطفى كامل اللي خرجت الدكتور حسن معوض عميد كليه التربيه الرياضيه دورتين، خرجت احسن لاعب في ضمن 10 لعيبه في العالم حسين منتصر، وكابتن نادي الزمالك حلم ابراهيم ومحمود عبد العزيز دوما، والحكم الدولي المرحوم حمدي خالد، كان كلها زمالك، وانا كنت اهلاوي، كانت العمليه صعبه عليا، وبعدين انا كنت عايز العب. ففعلا يعني اختلاف انا والكابتن شعبان عبد الرحيم الله يرحمه، ان انا بقى من القلعه وجريء وحاجات كده ومش عارف ايه. بعد ما استمريت سنه
مشيت من هنا كلاعب ورحت لعبت في نادي الترسانة لحد ما لعبت درجة أولى ومنتخب مصر في نادي الترسانة. لعبت في نادي الترسانة عشان ألاعب الزمالك، وكان شرط أساسي، وأنا بقول للمدرب الترسانة يومها لأن شافني جامد وقال لي أنت معاك استغنى من النادي الأهلي وبتاع، فقلت له شرط إذا ما كناش هنلعب الزمالك مش هلعب. قال لي لا يا سيدي هتلعب الزمالك، وهتلعب الزمالك مرتين. ومن حسن حظي ومن حبي لنفسي وذاتي ان انا فعلا لعبت الزمالك في الترسانة، كسبنا في الزمالك كسبنا، وكانت اول بطولة على فكرة في الناشئين تخش نادي الترسانة كان الاسم. جت لحد 63-74 لعبت درجة اولى، كنت انا الناشئ الوحيد اللي يطلع، وكان بيلعب بقى في الوقت دوت معايا شريف الجمل، اللي هو شريف الجمل كان هو اداري هنا، ولعب بعد كده للنادي الاهلي، وشات اللي هو نبيل اسماعيل مهندس كان ماسك سكرتير اللعبه هنا. وجا في سنه 79-80 اتعرضوا لموقف هم هنا في النادي، بس قبل الموقف ده كانوا هم عايزين يطلعوا في الترسانه حد من الناشئين يطلع يلعب درجه اولى. كل ما تتعمل اللجنه كان فيها نبيل اسماعيل، وكان فيها كابتن شريف الجمل، وكابتن فيها اسعد ابراهيم كابتن الفريق، يختارون انا. المدرب يقول لهم يا جماعه ده جاي من النادي الاهلي واحنا عايزين حد يكون بيلعب في الترسانه وبتاع ومش عارف ايه الكلام ده. يعيدوا الاختبار قالوا لا ما فيش اللي هو اللي حنفي ده. انا اعتبرت ده جميل من الكابتن نبيل اسماعيل والكابتن شريف الجمل. فجيت في مرة مدرب 14 سنة ما حصلوش نصيب، وخد الفرقة ومضاف ترسانة ومضاف نادي الشمس، فأصبحت النادي ما فيش فرقة. فأستاذ عادل إسحاق سكرتير الاتحاد قال لي الكابتن نبيل إسماعيل لو عندك حظ كويس أوي 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 اللي ينقذك من الموقف ده درع من مثلث كرة السلة في التدريب. المثلث ده اتحاد العباسية كان كابتن حسن كحلة واشتغل هنا في النادي، والتوفيقية جيل فتحي عبد العزيز الكابتن محمد السيد، والقلعة كان الضلع الثالث اللي هو كان حنفي هيكل. كنا مميزين جدا في الناشئين، وكنا مدربين شطار جدا جدا جدا، ونعرف شغلنا جدا جدا. قال له هو بيموت في الاهلي، وكان نفسه فعلا يكمل لحد الدرجه الاولى ومنتخب مصر في النادي الاهلي، لكن نصيبه بقى جاء في البتاع. ففعلا الكابتن نبيل اسماعيل باتصالاته كان يعرف الكابتن مصطفى حسين، وكان يعرف الكابتن خيري عبد الرحمن، واللي هو فاروق الصاوي كان اداري كره يد. كلموني، قابلت الكابتن نبيل اسماعيل. في الوقت ده كان ضاع 3-4 ايام كده يعني، فهو قابل محمد السيد بتاع التوفيقيه وقال له محمد الموضوع كذا كذا كذا، بس انا ما اكذبش عليك، انا كلمت حنفي هيكل بتاع القلعة وربنا يوفق. قال له والله لو كان حنفي هيكل اللي في دماغي مبروك عليكم. قال له اللي حصل كان الميعاد كان يوم جمعة، جيت انا برضو قابلني انا الكابتن نبيل اسماعيل وقال لي يا حنفي على فكرة يمكن يجي محمد السيد، وحصل بيني وبينه حوار كذا 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 كذا. فقلت له والله اذا كان محمد السيد اللي في دماغي يبقى خلاص مبروك وانا معتذر. قال لي لا 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 لا، هو قال لي كذا كذا. فانا رحت رايح لمحمد السيد التوفيقيه، كان بيدرب بقى جيل فتحي عبد العزيز وجيل جامد قوي، لان كانت الناشئين اتحاد عباسيه والتوفيقيه، لا في اهلي ولا كان في زمالك ولا كان في انديه من دي خالص،
هما دول كانوا مسمعين. فرحت قوي 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 لما قابلت ايه محمد السيد، يعتبر اخويا الكبير لان اكبر مني في السن. خدنا بعض بالاحضان وبتاعه، وقعدت اشيد بيه وبشغله في التوفيقيه. وقال لي الاتي، احنا عايزين نعمل مثلث يليق بكره السله المصريه وانت اهلاوي، فانا مش يعني مش هزعل لما تروح مني بطوله ومن النادي الاهلي، لان هو اهلاوي على فكره. فانا لقيت ولد صغير بيلعب، الولد ده دلوقتي الدكتور عابر محمد السيد في كليه التربيه الرياضيه، ولد صغير كده. قلت له محمد الولد ده جميل قوي قوي. قال لي قول لي ان انا هلعب في النادي، هدرب بكره في النادي الاهلي وخده معاك في ايدك دلوقتي. ربك الحق، الولد اغراني، كان صغير وبيلعب باسكت جميل جدا. قلت له طب جهز لي ورقه، انا حابل الكابتن نبيل اسماعيل في مكتبه في باب اللوق وهخلص معاه. طلعت قلت له انا قابلت محمد السيد وحصل كذا كذا. طبعا الراجل فرح، وجينا هنا النادي ساعتها وقابلنا شريف الجمل، وقلت للكابتن شريف الجمل كده يبقى هرد الجميل اللي عليا. احنا عملنا معاك جميل؟ قلت له اه عملته معايا جميل. ايه هو الجميل؟ قلت له فاكر لما حب الناشئين تتصعد للدرجه الاولى وانت اخترتني مره واثنين وكنت السبب ان العب منتخب مصر الدرجه الاولى في الترسانه. قال لي يا انت فاكر يا حنفي وبتاع كده، وقال لي احنا عايزينك معانا. ادوني 18 كارنيه بطاقه لاعب، اللي موجود 11 واحد بس. طب فين يا جماعه الاولاد التانيين وبتاع؟ قالوا المدرب حصل فيه اكشن وبتاع. وبعدين انا من شهامه المدربين الاجيال بقى بتاع زمان كانت جميله، كان مدير النادي العميد ممدوح عبد الحكيم. انا ما اعرفش طبعا نظام النادي وتقاليده، فروحت لسياده العميد ممدوح عبد الحكيم عشان ايه؟ اتوسط مع النادي مع المدرب عشان يجيب لي الكرنيهات اللي معاه. فكان فوجئت بالاتي، شخط فيا وانا مدرب على فكره، شخط فيا وقال لي انت شغلتك جاي نتدرب وبس، مش مصلح اجتماعي. وانا خارج قابلت اللي هو نبيل اسماعيل، كلمت اللي هو اللي مش، قال لي طب وده صح يا حنفي، مدرب عمل كذا 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 كذا، انت تتوسط له؟ فانا قلت له وجهه نظري ان انا عايز اجيب اللعيبه دي وبتاع ومش عارف ايه. قال لي لا ده مش شغلك. اعتذرت له وبدات انا ادور على الاولاد. الجيل ده كان جيل 67 68، من مواليد 67 68، يعني الاجيال طلعت جميله قوي قوي من الجيل ده. لحد ما في قصه كانت ظريفه قوي، رحت حته اسمها الطلبيه مش عارف ولا ايه في الهرم، كانت الحته ديت مش متساويه، وصلت للاعب اللي اسمه احمد ده عشان اجيبه، احمد اسماعيل ده. قابلت ابوه وكلمته وبتاعه وقال لي هو كان متعلق بالمدرب قوي قوي قوي. الولد قال لي يومها كلمه، وانا لسه على فكره ما اشتغلتش في النادي كل الحاجات دي وانا بلم اللعيبه، لقيته بيقول لي انا نفسي اتصور مع الخطيب. قلت له نفسك تتصور مع الكابتن الخطيب؟ قال اه. قلت له خلاص اوعدك. قال لي بتتكلم جد؟ قلت له اه بتكلم جد. احضر لي التمرين وهتتصور مع الكابتن محمود الخطيب وتجهز لي ورقك. وفعلا كان التمرين ايه؟ اول حد يحط تمرين يوم جمعه الساعه 8 الصبح.
حتى تاريخه على فكرة. أنا كنت بعمل 3 تدريبات في اليوم. فقلت له الساعة 8 الصبح وربنا سبحانه وتعالى ما خيبليش رأيي. وببص لقيت الكابتن محمود الله يشفيه ويديله الصحة بيجري التراك. الكلام ده سنة 81. نزلت الملعب واتكلمت مع كابتن محمود وقف لي اتكلم معايا وتصور مع اللعيب الجيل ده والصوره دي عندي وتصور معايا انا بقى انا وهو سنه 71. الولد طبعا راح قايل لزمايله ده الكابتن حنفي عمل كذا وتصورت مع كابتن محمود الخطيب وبتاع وبدانا نتدرب. وكان اول تمرين ليا بعد اسبوع بالظبط كان هم خلصوا بطوله القاهره بتاعتهم قالوا لي ان الفرقه هتشترك في بطوله الجمهوريه. لعبنا بورسعيد طلع الاتحاد العباسيه الاول التوفيقيه الثاني الاهلي الثالث وكان ده انجاز جميل جدا جدا بالنسبه للاولاد. وانا يعني من المدربين الشطار اللي ما كنتش اعرف الهزيمه على فكره. يعني الهزيمه كانت بالنسبه لي مش ورده خالص. طول عمري واخد على الفوز، طول عمري بكسب، واسمي كان كبير قوي لدرجه ان انا كنت بضرب الحربيه برضو وطلع فيها نجوم كبار جت النادي الاهلي ومنهم من لعيب الكوره اسمه محمد عباس عشان ما نشتش. فكنت انا متفق مع الكابتن نبيل اسماعيل والكابتن شريف الجمل ان انا اخلص المهمه بتاعتي وامشي. قال لي ليه؟ حاول تكمل معانا. قلت له معلش النادي الاهلي ده نادي عريق ونادي كبير قوي 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 وانا نفسي كنت اعمل اسم فمش عارف اعمله في اسم في النادي الاهلي يعني استحاله. يعني لما الشعار بيتقال الالف والجميع ده حقيقه الالف والجميع. اتفقت معاهم على كده. فلما جيت قدمت الاستقاله رفضت واستمريت مع النادي الاهلي من سنه 79 80 لحد 2010 اللي فاتوا سنه 2010 يوم 26/6. أجيال بقى اللي اتخرجت على إيدي كابتن أشرف توفيق مدير الفني. وعلى فكرة إنصافا للحق في كرة السلة في مسميات طلعت كتير قوي. محمد السيد سليمان هداف مصر وكأس العالم في دورتين. محمد سيد سليمان كان بيلعب في نادي القاهرة. جه لعب عندنا هنا في النادي دربته. ومن حسن حظ على فكرة إن أنا دربته ودربت مراته ودربت أحمد سلعوة ونادير محمد سيد سليمان في أمريكا دلوقتي كلهم. لكن عشان نبقى في الترتيب يعني جيل الدكتور حسين فهمي من مواليد 61 كابتن النادي الاهلي والكابتن طاهر رجب كان مدير قطاع الناشئين ومسك برضه الفريق الاول. وعلى فكره كل دول من القلعه انا جايبهم من القلعه. وسيد صابر سيد صابر. فجت المسميات اللي هي طلعت معجزه كره السله. مين معجزه كره السله في مصر؟ الدكتور احمد ابو الفتوح. اتعمل عليه كتاب كابتن شراره كتب ان هو ابن نادي الجزيره وكذا وكذا. انا اعترضت على كابتن رياض شراره قلت له لا ده ابن النادي الاهلي. قال لي هو كل حاجه تقول ابن النادي الاهلي ابن النادي الاهلي هو ما فيش الا النادي الاهلي. قلت له ابن النادي الاهلي يا كابتن رياض. فسال الدكتور احمد قال له كابتن حنفي قال كذا كذا. قال له في النادي الاهلي أول واحد تبدأ الأضواء كلها ويسمى معجزة كرة السلة.
معجزة كرة السلة. طيب سيد صابري، سيد صابري اللي هو ماسك دلوقتي المدير الناشئين للبنات، كان أحسن جناح في مصر جابته من ولادي برضو اللي أنا ضميته من النادي الأهلي، وكان من القلعة على فكرة، وكان المفروض ما يبطلش الوقت، كان ليه كمان 10 سنين، لعب جميع منتخبات مصر في المرحلة السنية. علي هاشم اللي موجود دلوقتي ماسك مدير قطاع البنات، مدير الفني، من مواليد 87، أصغر من الكابتن سيد صابر. لكن عشان أوريك إن إحنا في قيمنا والقيم بتاعتنا وأخلاقنا ما بنبصش أبدا لمين أكبر ومين أصغر ومين يشتغل تحت مين ومين يشتغل فوق مين، أكتر من مصلحة النادي فوق كل أي اعتبار. في كمان الكابتن أسامة السيد اللي ماسك 20 سنة، هتلاقي صوره الوقت وصغنن قوي كده، من مواليد 76. الكابتن العملاق الكبير طه الغنام، طارق الغنام ابني، اشتغل معايا انا لوحدي بس 8 سنين، طارق الغنام، وابوه استاذنا كابتن طه الغنام. وعايز اقول ان والدتهم ست فاضله برضه بنت النادي الاهلي، واقولها ربنا يشفيكي ويعافيكي ويديكي الصحه وتربي احفاد ولادك زي ما دربتي ربيتي الكابتن طه الغنام ابنك الكبير، وطارق الغنام ورحاب الغنام، دول كلهم انا دربتهم. ففي الوقت ده كله كان كرة السلة في نادي الزمالك هي اللي طاغية، فكان مدربين النادي الأهلي كلهم من نادي الزمالك اللي هم الكبار، يعني الكابتن محمود أحمد علي زمالك، تحسين عثمان زمالك، حسنين عمران زمالك، كابتن عادل شرف زمالك، طلع الجنيدي زمالك، كل دول مسكوا. لكن أنا يتحسب لي حاجات جميلة أوي إن أول جيل يبطل منه حد، كنت أنا ماسك الدرجة الأولى مدرب عام، والكابتن عبد العزيز النمر، الدكتور عبد العزيز النمر اديله معايا بالشفاء العاجل يا رب ربنا يشفيه، من المدربين اللي أخلصوا للنادي الأهلي، هو كان مدير الفني وأنا كنت مدرب العام، وكان الكابتن أشرف توفيق تنبأت له انه هيبقى مدرب كويس، لان كنا بنلاعب الزمالك في ملعب الزمالك، ودخل عليه كابتن نادي الزمالك مفيش داعي لذكر الاسماء، ضربه في التركوه هنا كسرها، حصل له قطم في ايده هنا، اتعالج كابتن اشرف ولكن ما قدرش يكمل، طلب مننا والكابتن عبد العزيز انه هيعتزل التدريب بس بشرط يمسك فرقه في النادي. كابتن عبد العزيز الله يشفيه قال لي، قلت له بالعكس، ده الولد ده هيبقى مدرب كويس قوي قوي، لان واحنا راجعين في الباص قال لفته للمدير الفني وهو لاعب على فكره، بيقول له كان فاضل ثواني واتحسب خطا، فمدرب الزمالك دكتور اسماعيل سليم فاكر كده، قال اللاعب بتاعه يشوت رميتين، يشوت الفاول خطا يعني بيتحسب الخطا، ده كان في القانون ممكن يديك تلعبه رميات حره او تلعبه اوت سايد. فكانت وجهه نظر الكابتن اشرف وهو لاعب ان الكره تتلعب اوت سايد، لما نلعب الاوت سايد هيعرف يضيع الوقت. ساعتها حبيته جدا جدا جدا، لانه كمان باباه الكابتن فاروق توفيق اشتغل عندنا في النادي هنا، وليه فضل علينا كلنا،
شغلنا مدرب، عمه الكابتن سيد توفيق احسن من جابته مصر في كره السله عبد الكابتن. فقلت له يا دكتور انا حد الكابتن اشرف فرقتي اللي هي كانت تحتي 15 سنه وحق ايه هتفرج معاك في الدرجه الاولى. وكانت دي بدايه النادي الاهلي في تصنيع ابطال في كره السله وجيل من المدربين اللي لا يتكرروا، منهم اشرف توفيق، منهم جيل برضو كل الاسماء اللي هقول عليها دي دربتها، خالد بخيت ونبيل بخيت وطاهر رجب، كل دول بقى مدربين على اعلى مستوى. موسى علي خرج ضرب. البنات بتسمع مدربين بنات؟ لا طبعا. البنات عندنا خرجوا احسن مدربين فيك يا مصر، لبنى فاروق كابتن النادي الاهلي، كابتن ميسا يوسف، الكابتن سهى فكري، رحاب الغنام، عليا محمود الوقت بيتضرب في الناشئات، لعبوا لعب باسكت الوقت بقى النادي الاهلي اغنى اغنى نادي خرج مدربين لكره السله لمصر عكس الماضي. الماضي ما كانش فيه، الوقت كان فيه. احلى حاجه ان هم كان كل مدرب لكل لاعب يبطل يلاقي فعلا بدا فيه فرق في النادي يمسكها ويكسب فيها. والدرع العام بتاع المنطقه على فكره ده احنا خدناه في عهدي 25 مره، يعني كان في مجموع البطولات كنا احنا بناخد 6-7 بطولات في السنه، فكنا في الناشئين جامدين جدا جدا جدا. ولكن اللي تتحسب بقى حقيقي لمجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه واعضاء مجلس الاداره والعمري فاروق الحاج العمري فاروق الراجل اللي بيحب كره السله من قلبه فعلا وكل اعضاء مجلس الاداره، الدعم اللي بدا يدعموا للفرق الجماعيه اللي هي زي السله زي كره اليد زي الطايره. في الماضي ما كانش فيه الحاجات دي كلها، كانت اللائحه بتقول ان احنا نلاعب ولاد النادي، ندرب ولاد النادي، الفرق تتلعب من ولاد النادي. فكنا رغم كده ورغم النتائج اللي احنا كنا بنعملها فكان بتقابلنا صعوبات. كل الفرق اللي انت بتسمعها في النادي الاهلي ديت كان ملعب واحد بس، الملعب ده كان رمل مكان الصاله الاولى بتاعت الامير عبد الله الفيصل، الصاله الاولانيه. الصاله الاولانيه دي اتعملت مكان ملعب كرة السلة وملعب كرة اليد كان رمل، وكان الافتتاح بتاعها سنة 1992. كان رئيس مجلس إدارة المرحوم الميسترو الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم أمير عبد الله الفيصل تم الافتتاح هذه الصالة، وكنا بنشتغل بدون ملاعب على فكرة، بدون ملاعب. أنا اشتغلت سنين في مركز شباب الجزيرة، اشتغلت في باسم فرق النادي الأهلي، اشتغلت في المركز الأولمبي جيل 76 و75 سنتين، كل دول فرق النادي الأهلي كنا بنتدرب بره عقبال ما تتعمل الصالة بتاعة الأمير عبد الله الفيصل. ده انا هقول لك كمان على حاجه، احنا كنا فقراء جدا بالنسبه للملاعب خالص، هو ملعب واحد بس اللي جميع الفرق كانت بتتمرن عليه. وكنت انا بحسد الانديه اللي انا كنت بروح العب فيها، كنت بحسد نادي هليوبلس، احسد نادي الصيد، عندهم ملاعب جميله جدا جدا وما عندهمش فرق، احنا ما عندناش ملاعب وكنا بنكسب وكان عندنا ابطال. لما اتعملت الصاله ديت بقى قبل ما تتعمل لعبنا افريقيا في كرة السلة، واول ماتش كان تنزانيا، تنزانيا والنادي الاهلي. طيب هنلعب فين الماتش ده يا جماعة؟ كان النادي الزمالك عمل الصالة بتاعته المغطاة، كان اول نادي قبل مننا يعمل الصالة المغطاة. فاحنا قلنا ايه بتاع
طب ليه احنا ما نلعبش؟ خلي بالك شوف العلاقات بتاعت النادي الاهلي ومع بيت الانديه، عشان النادي الناس اللي بتسيء لانديتها دول افراد ما نجعل بيهم. وقلنا ما نروح نلعب في صاله النادي الزمالك، بطولة افريقيا النادي الاهلي هيلعب يلعب ملعبه صالة الزمالك؟ قلنا اه. طيب نأجرها. رحنا كابتن نبيل اسماعيل كان سكرتير اللعبة، سيادة اللواء نبيل اسماعيل، خدنا رأيه. هو عديل ابو الفتوح كان رئيس نادي الزمالك، وقال خلاص ما فيش مشاكل نروح نقابل الاستاذ ابو الفتوح ونجيب الموافقه. فلما رحنا جينا نجيب الموافقه كان ابو الاستاذ ابو الفتوح ما جاش، قالوا لنا روح للواء زقلط. فروحنا للواء زقلط، خد مني الجواب وعمل لي لسته تاجير كذا وتاجير كذا كده، يعني قصه جميله. خدت منه الكلام ده، وبعدين بقول للكابتن نبيل اسماعيل ايه؟ على فكرة ده نادي الزمالك واخد الحمام السباحة بتاعنا 4 أيام في بطولة. قال لي معقول؟ وأنا بكلمه اللي هو الحاج أبو الفتوح دخل، لا أنا بتعمله إيه هنا؟ فالكابتن نبيل إسماعيل قال له الموضوع كذا كذا، قال له لا 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 ده أنتوا اديتونا الحمام السباحة واديتونا كذا. فبص قال لي الجواب ده سلمته للنادي؟ قلت له لا. قال لي اقطعه. قطعته قدامه كده، قال له يا راجل النادي الاهلي يدينا الحمام السباحه 4 أيام بدون مقابل وانت رايح كاتب له لسه؟ لسه ايه دي؟ يلعبوا كل لزوم كل ضيافه النادي الاهلي على حسابي. ولعبنا تنزانيا والنادي الاهلي في ملعب النادي الزمالك، وجمهور الزمالك شجع على فكره النادي الاهلي. أهلي وزمالك في السنة اللي بطل فيها الكابتن أشرف توفيق. بطولة القاهرة والملعب الماتش ده بتاع النادي الأهلي. الماتش ده بتاع النادي الأهلي. خدنا قرار برضو إن إحنا نلعب في صالة الزمالك. الدنيا قامت ما عادتش. يا جماعة قلنا لهم هنلعب في نادي الزمالك. ولعبنا نادي الزمالك في مبنى الزمالك، والنادي الأهلي كسب بطولة القاهرة في ليلة اعتزال الكابتن أشرف توفيق بدون مشاكل. بدون مشاكل طول عمرنا احنا بنقدم. النهاردة الصالة بتاعت الأمير عبدالله الفيصل، شوف خدمت كام لعبة، شوف خدمت كام اتحاد. وعلى فكرة برضو الافتتاح انا اللي عملته، الافتتاح الرياضي طابور العرض، وكان فيه شعار جميل قوي 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 احنا فقدناه. كان كل فرق النادي الاهلي لما تسافر بره كان في هتاف بنقوله 5 أهلي، 1 2 3 4 1 2 3 4 5. اذا سمعنا الخمسه اهلي دي نعرف ان في فرق في النادي الاهلي هنا. كنا نرشد على بعض ب5 أهلي، وكانت الصيحه بتضوي في قلب الصالة واتعمل 5 أهلي. الكلمة لأولياء الأمور إن أنا أشكر أولياء الأمور، أشكرهم من كل قلبي، لأن في الماضي كنت بألف محافظات مصر كلها عشان أجيب عناصر تضم لفرقة كرة السلة تنفع لكرة السلة. كنت بحضر اختبارات كرة القدم عشان ألم عناصر تلعب كرة سلة. النهاردة القاعدة بتاعت ولادنا عدت 3000 كرة في مدارس كرة السلة وفي جميع المدارس. أولياء الأمور وقت بيجيبوا أولادها بيذاكروا في النادي، بيلعبوا في النادي، يروحوا بعد ما ينتهوا النادي أولياء الأمور هم اللي بيجيبوهم ويتابعوهم. فشكرا شكرا، ولي رجاء خاص بس لأولياء الأمور. أنا كأب ليكم وأخ ليكم وصديق ليكم
سيبوا المدربين تشتغل مع أولادكم وفي النهاية شوفوا النتيجة. ما أنا تتدخلش في اللي النواحي الفنية. مدربين النادي الأهلي دول كلهم من أبناء النادي الأهلي وأعضاء في النادي الأهلي، بيخلصوا وبيدوا على أعلى مستوى. ولكن شكرا لأولياء الأمور، وأولياء أمور جميلة لا تدخلات ولا حاجة، ويعني مميزين حتى أولياء الأمور الأندية التانية. يعني شوف حضرتك الحادث الأخير ده، أولياء الأمور كانوا قاعدين ما حدش تدخل في حاجة، ما لهمش دعوة بحاجة. هم دول الحقيقيين الأبطال الألعاب الصلاة الحقيقيين. أبطال ألعاب الصلاة هم السادة أولياء الأمور. المدربين الشباب أنا قدامكم الوقت يا أولاد، سني 77 سنة، عمري في حياتي ما دخنت ولا شربت سجارة، ما عملتش حاجة تخدم ربنا، أعرف ربنا كويس أوي. أقول لشباب الأهلي أنت في بيت الأمة، بيت الأمة، بيت سعد زغلول وصفية زغلول، أنت بيت النادي الأهلي العريق، البيت الكبير، صاحب الأسر الكبيرة اللي تضم فخامة وعراقة ما بعدها عراقة في تاريخ السياسة والرياضة. أنت تسعد أنك أنت ابن من أبناء النادي الأهلي، امتثل بالأخلاق وبالروح الرياضية تكون شاب ناجح.